الا انا كنت مع شخص وجاته نوبه ديال البيليبسي اولا ديال الصرع، اش خصني ندير؟ اول حاجه نبعدوا عليه الا كان حدا شي حاجه خطيره مثلا، نحاولوا الا كان مثلا كيطيح نحاولوا نحطوا تحت منه شي خديه ولا شي حاجه رطبه يعني باش ما يطيحش على راسه، نحاول نشدو. ما خصنيش نحاول نوقف نحبس هذوك النوبات، ان الا مشيت حتى حبس حاولت نحبسهم نقدر ندير الله يحفظ نسبب شي كسر اولا بشي لوكساسيون ولا شي حاجه. دونك فوالا خاصني نحيد له مثلا كان لابس نديدرات، الا كان مثلا داير لابس شي كرافات اولا شي حاجه مزيره ولا مثلا الفولا، هادو كلهم خاصني نهوي. يعني ما خصوش خصو يتنفس، نعسو على جنبه اليسر كتسمى لا بوزيسيون لاتيرال دو سيكوريتي، يعني كنعسوه الجنب اليسر وكنهزو الرجل ديالو للفوقانيه كنطويوها باش كنسهلو عمليه التنفس. نعم. ما نعطيوه يشرب حتى شي حاجه، هذا هو اكبر غلط، ما نعطيوش الحليب وديكشي لان يقدر الله يحفظ يتسبب له باختناق اولا بشي حاجه. ولا كان مثلا كيعض السنان ديالو ما نحاولش نفك نحل الفم ديالو، ولا نقدر نسبب له بشي لوكساسيون ديال لا ماشوار ولا شي حاجه. ولا كان مثلا حيت الناس هنا كتخرف ليسره لسانه ولا شي حاجه من هذا القبيل، شي حاجه سميتها ليسره لسانه ولا لو ريسك هو يعض لسانه. وي يقدر يعض لسانه، ولكن راه الا عضو صافي راه غادي يبرا، زعما ماشي شي حاجه اللي هي خطيره. ما كاينش شي حاجه سميتها يسره لسانه، سا نيكزيستو با. دونك يخصو غير ينتبهوا لا تكون شي حاجه خطيره في يديه. مثلا بعض المرات يقدر يكون الانسان مثلا كيطيب شي مقله الزيت حداه شي حاجه، ولا هادو هما المسائل. وانتبه من الطيحه، لان المشكل اللي كيوقع هذيك الطيحه اللي كتجي بقى على الراس، فهذه كتقدر تسبب لنا الله يحفظ كسور كدمات الى اخره. ثاني حاجه، بعض المرات سورتو الوليدات الصغار كيكونوا الامهات عندهم بعض الادويه اللي كيداروا في سوغ لو شون، يعني لا كريز مثلا فاتت جوج ثلاثه دقائق وما حبساتش. الا ما حبساتش، لان هي عموما كتحبس راسها، كتفوت جوج ثلاثه دقائق كتحبس. الا ما حبساتش اولا تكررت المره الثانيه، فكنقدروا نديروا واحد الدواء عند الاطفال كيكون عبر المخرج، بحال واحد القريعات كيتحلوا وكيداروا عبر المخرج. يعني كدير ديك لا سورينغ، كتحيد لديك البلاصه ديك الشوكه، كتعمرها بهذيك القريعه، يا اما قرعه ولا نصف قرعه دومي امبول على حسب الوزن ديال الطفل، وكنديروها في المخرج وكنسد المخرج مزيان حتى كنضمن ان داك لو برودوي دخل. فهذيك كتكون كنضمن انها غتحبس ليا لا كريس في هذيك اللحظه. بطبيعه الحال اون فوا الوليد كيولي شويه كنخصني نديه لاقرب مستعجلات. نعم. من الحاجات اللي كتنصحوا بها الناس انهم يصوروا ولادهم. وي واخا هادي كتجي غريبه، ولا هو شوف الوالدين اللي مولفين بلا كريز كيصوروها. نعم. المره الاولى كتقدر دير بهم، المره الاولى الثانيه من بعد صافي كيركز كيحط الولد كيف ما هو، ما نقيسو ما حتى شي حاجه، نشد التليفون ديالي ونحاول نصوره كامل، ماشي غير الراس ولا الوجه، لا نرجع للور ونصور الطفل كامل. فالفيديو حيت حنا كنعرفوا حيت كاين شنو نقول لك ألف نوع ديال الصرع، كثر كاين كتوبه هكا ديال الصرع. دونك من نوع لنوع، الا كان غير اختلاف مثلا الا هضرنا غير على السهوه وديك الليبيليبسي اللي قلنا قبيله ديال الفص الصدغي طومبورال، الا ما كانش عندي واحد الوصف دقيق، حيت دي فوا الشبكه ديال الراس تقدر تكون نورمال. مثلا جاتني النوبه هذه سيمانه ولا هذه 15 يوم، نقدر ندير الشبكه في ديك اللحظه ونخليها مسجله حتى 30 مينوت ما تخرج لياش النتيجه. نعم. دونك الوصف عنده دور مهم. الا مثلا كيجيوني حركات لا اراديه ولا شي حاجه كذا، فتوجهني الحاجه. الا كان مثلا ترماش العينين غيوجهني الحاجه، واش كطيح لي الجهه اليمنيه الجهه اليسريه، وهادشي كيفيدنا حتى في قراءه الشبكه ديال الراس، لان داك التخطيط الكهربائي ديال الدماغ فماشي واحد الراديو اللي هو فيكس مثلا بحال لي رام صوره غادي نقراها اليوم غنقرا نو، فهو كيتغير. يعني دابا غادي تعطيني واحد التسجيل، دوز مثلا ساعه ولا يومين ثلاث ايام غيعطيني تسجيل اخر. دونك شحال ما عطيتيني ديال المعلومات، شحال ما انا كنستافد من هذيك الشبكه ديال الراس. وهنا كيوقع واحد الخطا كبير بزاف، الناس كيقول لك لا راه شكينا عنده الصرع، فاش مشينا للطبيب لقينا الشبكه نورمال مزيانه، راه قلنا ما كاينش صرع. لا، الشبكه ماشي بالضروره هي كتاكد وكتعطينا فين كاين هذيك البؤره، كتعاوننا باش نعرفوا النوع، ولكن ما يعنيش ان جاتني لا كريز راه 100% غادي يكون الشبكه فيها شي حاجه. نعم. ممتاز، واضحه هذه المساله. هذه كاينه مساله اخرى نبهتيني قبيله ليها في الفاصل، الوليدات اللي كتجيهم سخانه اللي كتطلع لهم سخانه، هنا الوالدين ينتبهوا لهذه المساله هذه. رجاء فعلا هذه بغيت نهضر على ديك النقطه ديال الصرع اللي عنده علاقه بالحمى، يعني الحماوي ولا شنو كيسميوه. هذا هو ماشي صرع، هو نوبه. يعني الطفل خصوصا بين السن ديال عامين حتى نقولوا عام ونص تقريبا، حتى ديك 3 سنين هكاك 4 سنين، فالطفل ملي كتطلع له السخانه بزاف
خصوصا الا طلعت بسرعه يعني غبيد مثلا في ساعه طلعت من جو سي با مثلا 37 ل 39 بواحد السرعه كتقدر تسبب لينا في نوبه ديال الصرع فهمتيني يعني كتكون كريز حقيقيه الطفل كيفركر كيقلب عينيه كدوز له الكشكوشه الى اخره هنا ملي تجي الطفل اون فوا نشوف العينين تقلبوا خاصني ضروري نمشي لعند اقرب مستعجلات باش كندير التحاليل بعدا ونشوف ياك ماشي تعفن اللي قيس الدماغ الى اخره يعني بحال مثلا التهاب السحايا بحال لي مينانجيت لي مينانغونسيفاليت اخبتيك الى اخره دونك الا تاكدنا بان الدماغ ما فيهش شي ميكروب فهمتيني يعني غالبا كنديروا ديك الشوكه ديال الظهر الا تاكدنا ان الدماغ ما فيه حتى شي حاجه وما كاين حتى شي ميكروب واكتشفنا ان مثلا السخانه بسبب اخر مثلا الرواح الصدر الالتهاب ديال المسالك البوليه الى اخره فهنا ما كنداويوش الا كانت مثلا اون سول كريز ما كنعطيوهاش الدواء كنداويو السبب يعني كنداويو داك المرض ديك التعفن الى اخره وكنتسناو بعض المرات كنديروا الشبكه بعض المرات ما كنحتاجوش حتى الا تكررت جوج ثلاثه المرات عاد ديك الساعه نقدروا نقولوا راه ربما الطفل عنده اون ايبيليبسي نعم. هنا باش خاص الانسان يفرق ما بين مرض صرع ونوبة صرع صح فوالا نوبه لا يساوي مرض ممتاز هنا ملي تكلمنا على هاد الامور هذه كلها تشخيصكم اليوم كيفاش كيمر قلتي انا كتسولوا الناس بزاف من بعد الاسئله وهاد الامور كلها شنو باش بعد الاسئله كنديروا داك الفحص السريري يعني زعما يعني شي بعض المرات كتقدري تكتشفي يعني الانسان كيقول لك انا ما عندي والو ملي كتقلبيه كتلقاي مثلا عنده شي مشكل شي مثلا بلاصه ما كيحسش بها مثلا دوك لي ريفلكس كيكونوا المهم كيكون شي حاجه في 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 الفحص السريري اول حاجه هي الشبكه ديال الراس ولا التخطيط الكهربائي التخطيط العادي هو تخطيط كيكون الانسان فايق كنديروه على الاقل 20 دقيقه يعني كيكونوا واحد الاقطاب كهربائيه كنديروها في الدماغ مشتتة باش كناخذوا كندرسوا دوك الموجات اللي كيعطي الدماغ والشبكه راه ما كتعطيش هي الضوء ولا شي حاجه هي غير كتستقبل هذوك الموجات الكهربائيه وحنا كندرسوهم كنشوفوا واش كاين فيهم شي خلل ولا لا كنشوفوا لو فونكسيونمون ديال الدماغ واش بحال اليمين واش بحال اليسار الى اخره من بعد الشبكه ماشي ديما كتجاوب ماشي ديما كتعاون 100% صح الا عطاتنا مثلا الشبكه شي مرض باين مثلا الطفل عنده السهوه درنا لو جي بان لينا داك التراسي اللي باين ديال لابسونس عنده واحد العلامات باينه فكنكتفيو هنا كنبداو الدواء الى اخره صافي الا بانت لينا شي حاجه اللي هي مثلا بؤريه ولا شي حاجه اللي مختلفه على العاده ولا شي حاجه كنقدروا نطلبوا لي غام هنا علاش قلت لي غام وماشي سكانير يعني داك راني المغناطيسي لان في ليبيليبسي من غير الاورام اللي هي كبيره ولا مثلا داك لي زابسي ولا شي حاجه اللي هي باينه فاغلبيه ديال المشاكل ديال الصرع ما كتبانش في السكانير حتي لان هي كتكون صغيره في شي بلايص فداك مثلا كاين بعض المشاكل اللي كتكون في ديك القشره بحال التشوهات الخلقيه اللي في القشره الخارجيه ديال الدماغ فما غتبانش لينا في السكانير فمن الافضل نوزونيشن الرنين المغناطيسي الا كانت عندي مثلا واحد البؤره وعرفت بان هذا الولد عنده ليبيليبسي في واحد البلاصه فغنطلب ليماجري وغنطلبها محدده في هذيك المنطقه باش كمسا كنعاون حتى لو راديولوج بلي يقرا فين يقلب بالضبط ممتاز دونك هادو هما الامور تكلمتي ان الناس كتقدر تعايش مع الصرع وي طبيعي الحال اكيد شنو هي الامور اللي كتنصحوا بها وشنو العلاجات وغيرها الطرق ديالكم شوف اول حاجه هي نحددوا الطبيب خاصو يحاول ما امكن يحدد النوع المتلازمه فوالا فاش كنعرف المتلازمه كنعرف هاد الصرع كيفاش غيمشي معايا واش الصرع اللي غادي يبرى ما غيبراش غيطول معايا مدى الحياه ماشي مدى الحياه دونك اول حاجه ماشي ديما كنقدروا نحددوا المتلازمه لان الصرع مرض اللي هو صعيب ولكن كنحاولوا ما امكن نحددوه من بعد الا فرضنا مثلا كان عندي واحد النوع ديال الصرع اللي كيبقى معايا مدى الحياه وخصني نشرب الدواء خصني غير نلتزم بالجرعات اللي عطيني الطبيب والطبيب اون جينيرال كيبقى غادي معك حتى كيلقى اقل جرعه افيكاس يعني داك لو مينيموم افيكاس يعني اقل جرعه اللي غادي تحميني من الصرع وما تأدينيش دونك نلتزم بالجرعات ديالي نلتزم بالوقت لان الدواء ديال ليبيليبسي هو واحد الدواء اللي كيخدم يا اما 8 ساعات يا اما 12 ساعه يا اما على حسب فالطبيب اللي غادي يعطيني الوقت نلتزم به نعم داكور 8 10 10 ونعطي للطبيب ما نكذبش على الطبيب مثلا الا انا كنفيق حتى ل 10 ما فيها بالدي كنفيق حتى ل 10 نبداو الدواء حتى ل 10 اش كيوقع كيقول لك مثلا كتقول انت غتشرب الدواء مع 8 الصباح 8 العشيه
هو راه تيفيق حتى ل 11 دونك كيخربق لينا هذا الشيء فوالا ما كتبقاش الفاعليه كيف خاصها تكون اكزاكتومون دونك يبقى واحد الوقيته اللي الانسان ماشي كوفير ما محميش يعني واحد الساعات اللي ما يقدر تجي فيها لا كريز صح ثاني حاجه كنصح هو الالتزام بالنوم النوم ثم النوم ثم النوم لان قله النعاس كتادي لنا يعني داك الصهير هذا الصهير والنعاس ديال الليل النعاس ديال الليل ماشي هو النعاس ديال النهار اللي نعس الليل كيكون فيه واحد الهرمون ديال الميلاتونين كيكون النوم اللي هو ريكوبيراتور اللي هو واحد النوم اللي مزيان وصحي ثالث حاجه غادي ناكد عليها هو ينقص من تعرض للشاشات سورتو كاين واحد الانواع ديال ليبيليبسي اللي ما ذكرناهمش واحد ليبيليبسي كيتسموا فوتو سنسيبل او حساسين للاضواء والالوان فوالا دونك ثالث حاجه رابع حاجه نهضروا عليها هما الاعصاب نقولش بون هذه راه في الحياه اليوميه ولكن نحاول الانسان ما يدخلش دوك النوبات ديال الغضب ولا داك الغوات الى اخره يحاول ما يجهدش راسو الا مثلا حس بالعياء يحبس في الخدمه الا حس بان باش لان داك الجهد كثير ملي كنخدم الدماغ ديالي بزاف بحال كنعطيه فرصه اكثر عرضه فهمتي انه يدير ليبيليبسي طبيعه الحال كتبقى دابا السؤال اللي كي السوغان وهذا صعيب نجاوبو على حسب الحالات فهمتيني يعني هو اون جينيرال فاش كيكتشف الانسان عنده ليبيليبسي خاصو يحبس السياقه واحد المده سنه او سنتين تنتاكدوا الى اخره الادويه الى اخره مع على حسب الحالات دونك ما نقدروش نجزمو 100% يعني على حسب الحاله واش متبع مع الدكتور ديالو واش كياخذ الدواء ديالو في الوقت باش هاد الامور كلها لان الا جاتو كريز وصايق هذا هو اللي كتخافوا منه ربما وحاجه واحده اخرى على الماكله جميله باش ما ننساش الماكله بزاف الليل كتقدر تادي على فكره الام ديال سي زكريا فالماكله ملي كناكلوا شي اكله تبارك الله مضخمه كاين لو ريسك انه يجينا لا كريز دايوغ امهات كيقول لك ولدي نهار كياكل كيتعشى بزاف كتجي لا كريز نعم فنتابعوا نحبسوا الماكله قبل شويه اكزاكتومون الماكله تحبسها قليل تقبل يعني خصنا نورمالمون ما خصهاش تفوتو 8 نعم. نورمالمون وتا كاع الانسان الا كلا ياكل شي حاجه خفيفه ديما العشاء يكون ما يتقلش هذا هو اللي كان دونك هادو نصائح عامه ان شاء الله لينا كاملين باش نحافظوا على الصحه ديالنا كنشكرك بزاف صراحه الله دكتور موني فاطمه الزهراء اللي انت اختصاصيه في امراض الدماغ والجهاز العصبي على الحضور ديالك على هاد النقط كاملين